الجمعيات التعاونية. تكلمنا على فترة على موضوع الجمعيات التعاونية وعلى موضوع الباركود مال الجمعيات التعاونية، وكان في سؤال قاعد يطرح دائما. التموين كان شغال يومين في الأسبوع اللي هو الجمعة والسبت، كانوا شغالين قبل الحظر. ليش لما صار الحظر تسكر هذا التموين؟ هل اليوم في تنسيق وفي ترتيب هالأمور هذه كلها، في هذه الشغلات كلها موجودة؟ أنا ما عندي حقيقة يعني جواب على هالموضوع، ولكن راح أخلي الأستاذ محمد العنزية الوكيل المساعد لشؤون الفنية وتنمية التجارية والناطق الرسمي باسم وزارة التجارة، هو المسؤولين على هذا الموضوع، هما اللي راح يجاوب، هو الوكيل المساعد الشؤون الفنية والتنمية التجارية والناطق الرسمي الأستاذ محمد العنزي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والرضا، حياك الله. شلونك؟ يعطيكم العافية على جهدكم وقواك الله أخوي محمد. الله يعافيك، هذا واجبنا، الله يحفظك. بعد راسي، بارك الله فيك. أول شيء طمني على موضوع الباركود ورجوع الباركود للجمعيات، شلون تشوفون السيستم خاصة أنتم مستلمين سيستم من الفترة اللي طافت؟ يمكن هذا البرنامج، يعني يمكن الكل يعلم أن البرنامج هذا حصلنا على إشادة من شركة أمازون العالمية، أن هذا اللي ونشر على موقع شركة أمازون، أن وزارة التجارة في دولة الكويت كانت الرقم واحد على مستوى العالم في التطور من خلال هالبرنامج هذا. نعم. لله الحمد كانت إشادة عالمية نفتخر فيها، نفتخر في أننا نخدم أهالينا. نعم. هذا أمر. الأمر الثاني العودة البرنامج في الوقت الحالي في أن تشغيله كان بناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر. نعم. في التسهيل على الأهالي. يمكن لم يسبق الحظر الأخير بداية زحمة كما كان في عام 2020. نعم. ولكن لاحظنا أن هناك كثيرة من الأهالي لا تكررون، يعني مثل ما تقول لا تخلونا نتزاحم في النهار وافتحوا لنا المجال في الليل، وهذا تم استشعرناه من مكالماتنا مع الأهالي. نعم. واستشعر مجلس الوزراء الموقر في أنه توجيهات سامية بالتسهيل على الناس. حلو. لله الحمد جاءت الموافقة على إعادة تفعيل هذا البرنامج، ومن أول يوم كان الإقبال طيب وارتياح نفسي، صار عند الناس الأهالي إن ما لا داعي يروح مبكر الصبح. نعم. خلاص بأي وقت عنده طول اليوم يقدر يروح يشتري ويتغرض وهو مرتاح. حلو. هذا الأمر ساهم في هدوء الناس. حلو. لله الحمد. محمد، السؤال هو ما زال من 5 إلى 10 صح؟ نعم. حلو. السؤال الثاني، هل فعلا اللي ما يروح حق الموعد يصير عليه لوك ولا يروح عليه الموعد اذا ما سوى؟ يروح عليه الموعد، يدخل في مرحله الانتظار اللي هي 48 ساعه سواء حضر ام لم يحضر. فيه. وايضا هذا الامر مهم جدا الاخوان، ان هذا التقرير يرفع الى وزاره الداخليه بان اللي حضر او لم يحضر، وهذا الامر يتم مراجعته من قبل وزاره الداخليه. حلو. يعني قد يحملون مسؤوليه جنحه او حلو. او ماشي. أي كان تصنيفه. أوكي. يعني انا احذر الاهالي. نعم. اذا حضر الجمعيه ياكد حضوره. حلو. الجزء الثاني، هل اذا اخذ موعد عنده الموعد الثاني ياخذه بعد اسبوع؟ بعد 48 ساعه. بعد 48 ساعه بامكانه ياخذ الموعد الثاني. اوكي. نعم. الان الجزء الثاني، هل في نيه عندكم بدخول الأسواق الموازية؟ احنا جاهزين، هذا القرار يرجع الى مجلس الوزراء الموقر. حلو. وحسب متابعته للمعطيات الصحية. هذا الأهم عندنا يعني. حلو. يعني حتى بالنسبة حق الوقت تمديدا من بعد العشر والأمور، هذا كله مرتبط في مجلس الوزراء. اي نعم. بس انتم كسيستم جاهزين؟ احنا جاهزين. حلو. يصدر الأمر على طول. حلو. بإذن الله تكون احنا جاهزين. نعم. زين، السؤال قبل اروح حق موضوع التموين، المخزون الاستراتيجي مطمن؟ جربونا 3 شهور العام. صح. ضغط كان مو طبيعي، شهر 3 و4 و5. صح. هل نقص شيء؟ لا والله ما نقص. لله الحمد. الحمد لله. مستمرين بنفس المستوى. نعم. الحمد لله. زين، سؤال، ليش الاخوان في سؤال دائم عند الناس يقول لك قبل الحظر التموين كان شغال يومين، الخميس والجمعة، صار الحظر وقفتوا الخميس والجمعة؟
هني يمكن قد يكون هذا الامر ايضا تسهيلا للناس اللي يسالون. ايه هذا الامر مهم جدا. احنا لما صدر قرار مجلس الوزراء بالحظر الجزئي، هذا الامر كان قبله في جمعه وسبت. نعم. وهو كان الاحد، فجمعه وسبت، فارتئينا بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونيه وباشراف والجهه المشرفه عليه اللي هي وزاره الشؤون الاجتماعيه، ارتئينا ان نشغل الجمعه والسبت عشان يمدي الناس اللي مثل ما تقول اللي حاس بالخوف او الرهبه او الارتباك يطمئن قلبه ان التموين شغال. نعم. عطلنا الجمعه والسبت هذه لان كان في عطله الاسراء والمعراج، فبالتالي ارتئينا ايضا الجمعيات التعاونيه ارتأت انه ما في ضغط، لان ما شفنا ابدا ضغط ولا سحب عالي. نعم. ولا ارتباك ولا تدافع. نعم. وهذا امر انما ينم عن وعي لدى الناس. صحيح. نعم. يعني انتم راح ترجعون مره ثانيه ولا ما راح ترجعون جمعه وسبت؟ هني يرجع للجمعيات التعاونيه. حلو. اذا شافوا في ضغط، على فكره بس عشان للناس يعني هذه المعلومه، نظامنا شغال 24 ساعه، جمعه سبت عطله عيد فطر او اضحى او عطله عيد وطني، الجمعيه اذا ارادت ان تعمل فالنظام شغال، لا تحتاج موافقه وزاره التجاره. حلو حلو. هذا اذا يرجع حق الجمعيات في هذا اذا شافوا ضغط. محمد ابي اختم وياك، تنسيق وزارة التجارة مع الوزارات وهالأمور هذه كلها، شلون المستجدات في هذا الأمر؟ يمكن احنا لله الحمد يعني هي بدأت التنسيق في 2017 وزاد وتيرته في أمطار 2018. نعم. واستمرينا، ولكن في 2020 بين المعدل الحقيقي للموظف الكويتي انه يعمل في أقصى الظروف. نعم. وفي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لا يحتاج إجازة ولا يحتاج إلى أن يمدح ولا يحتاج إلى شكر. نعم. هذا واجبه يؤدي لله الحمد، تنسيق على أعلى مستوى مع المؤسسة العامة للمواني، مؤسسة المواني الكويتية. نعم. الإدارة العامة للجمارك، هيئة الغذاء والتغذية، وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. اتحاد الجمعيات التعاونية، اتحاد المزارعين، اتحاد الصيادين، اذا بذكر لك امانه. الله يعطيكم العافيه. لا واضح جهدكم يا محمد. نحتاج الى مجلدات لجهود بذلت، لجهود بذلت من هذه الجهات مجتمعه مع وزاره التجاره والصناعه في سبيل توفير الغذاء والدواء والسلع الاستهلاكية للأهالي، ولا والمواطن لا يحس بأي تغيير، المواطن والمقيم على حد الدولة. صح. الله يعطيكم العافية. وقبل لا أختم وياك، عندي سؤال مهم يمكن ينتظر الجميع. محمد، إحنا ما بقى بيننا وبين رمضان غير شهر، الأسعار والحظر، ما تعتقد الأسعار تصعد؟ في كنترول من وزارة التجارة في هذا الأمر، توفير المواد التمويل الغذائية حق رمضان، هذا ما يشكل هاجز عند المواطن؟ احنا يمكن كل سنه نسوي الهوم ورك هذا. اول شيء حتى لو ثبتت الاسعار، انا احتاج الى المواطن انه يكون واعي في اللي يشتري. هذا واحد، يعني وعي استهلاكي كافي عندي. رمضان ما راح يتغير علينا شيء باذن الله، الاسعار ثابته. نعم. بكميات وفيره وبصلاحيات ممتازه ولله الحمد، ومالكم الا طيبه الخاطر اهالينا. حبيبي الدوله قريبه منك. نعم. الدوله قريبه منك، التزم واستمع بالتعليمات. محمد معانا؟ معاك. حلو. الان في 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 يعني في نسب عاليه، تدري انت رمضان الان قادم، هل توفير كميات كبيره في التموين موجود؟ تدري التموين خاصه في رمضان فل. طيب انا برد للاهالي، تذكرون يعني. نعم. تذكر اخوي صالح. نعم. لكن رسالتنا للاهالي، كل سنه يعاد نفس السؤال، هل حسيتوا في نقص مادة؟ لا، الدولة تقوم بدورها كاملا لتوفير وتسهيل دخول السلع لله الحمد، وبكميات وفيرة وبأسعار مناسبة بإذن الله. حلو. ويقدر يأخذ نفس النظام القديم، يأخذ نص ونص بكيفه لمدة شهر عنده. اي نعم اي نعم. هو مو نص السلعة، هو نص المواد. ايه. المواد الأخرى مثلا يأخذ أرز، لكن الدجاج يقدر يأخذه مرة ثانية. صح. بزيادة واضح. أخرى. نعم. يعطيكم العافية، وشكرنا وتحياتنا لكل العاملين في وزارة التجارة. شكرا للوكيل مساعد الشؤون الفنية وتنمية التنمية التجارية
والناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الأستاذ محمد العنزي. مشكور، يعطيك العافية،